محمد سعيد 26 سنه، لاعب فريق شباب الحسمي سابقا، لاعب الفتح الرباطي حاليا. تلقيت الدعوه من فريق الفتح الرباطي، ما ترددتش باش ننتقل. فريق كبير، فريق اللي كيلعب على الالقاب، فريق اللي عنده لاعبين جيدين، فريق اللي كيكون لاعبين وكيلعب على الالقاب. كما كيعرفوا راه الفتح الرباطي راه عنده تكوين جيد، كاين لاعبين اللي معانا مركز تكوين وهما حاليا كيمارسوا مع الفريق الاول، لاعبين جيدين ومركز تكوين كبير، كل عام كيلتحقوا بلاعبين بالفريق الاول، وهذا هو الهدف. وليد راه بالنسبه لي في حال الاب ديالي الكبير، هو طريقه المعامل ديالو، الطريقه راه كلشي كيعرفوا، راه اللي عنده في قلبه راه كيقولوا. مدرب لي الكره ديالو هي اللي كتكلم عليه. بالنسبه للمجموعه كاين لاعب اللي سبق لي جاورتهم، فحال ادم النفاتي، فحال عبد الرحيم مقران، فحال مهدي الباسل، فحال بزاف ديال اللاعبين، هما لاعبين كبار، لاعبين اللي عندهم مستوى. والحمد لله جيت فريق فتح الرباطي، خدنا التدريب. حنا دابا مع المجموعه في تركيا كناخذ واحد التربص لي ديال 10 ايام. الحمد لله الاجواء كدوز في واحد استعدادات جيده، الحمد لله انسجام في الجروب راه كاين انسجام، الحمد لله اللاعبين كاملين راه كيتعرفوا على بعضهم، اللاعبين اللي جداد اللاعبين اللي قدام راه كاين واحد انسجام مزيان. اللاعبين اللي التحقوا معايا بحال حبيب الله الدحماني اللي جاورته في المنتخب الاولمبي، منتخب الشبان، وعبد الرحمن مقران كذلك، فريق شباب الحسيمي، يوسف الترابي اللي كنعرفوا لاعب النهضه البركانيه. الصراحه الاستعدادات البدنيه في فريق فتح الرباطي كتكون اقوى من فرق الاخرى، وان شاء الله مازال غناخذوا الاستعدادات البدنيه باش نكونوا في الموسم الكروي ان شاء الله في واحد الاريحيه، يكون الجهه البدنيه ديالنا ان شاء الله في واحد تحسن كبير. كنحس براسي خدمت على العام اللي فات من الناحيه البدنيه، وان شاء الله غيكون خير احسن من العام اللي فات. هذه السنه هذه الطموح ديالي مع فريق الفتح الرباطي ان شاء الله هذا العام هذا نفوز بالالقاب البطوله وكاس العرش ان شاء الله، ناخذوا شي رتبه باش نلعبوا في الادوار الافريقيه. الحلم ديالي ان شاء الله هو كيف اي لاعب هو الاحتراف في اوروبا. ان شاء الله انا غنجي لفتح الرباطي باش نخدم على هذا الجانب هذا كذلك، ان شاء الله غيكون خير. جمهور فتح الرباطي كنوعدوا ان شاء الله هذا العام هذا باش يكون سنه ديال الالقاب، ويجيو يساندوا الفريق ويأزروا في المقابلات، وان شاء الله غيكون خير.